تجمع مليوني جديد دعا إليه زعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر من على منبر الجمعة في مسجد الكوفة للمطالبة بحكومة أبوية تحارب الفساد وتضم أعضاء تكنوقراط مستقلين غير حزبيين أو طائفيين أو قوميين أو ميليشياويين حسب تعبيره. جمع مليوني للناخب لانتخاب حكومة أبوية نزيهة تخلصنا من الفساد والمفسدين، تضم أفراداً من التكنوقراط المستقل بعيداً عن التحزب والطائفية والقومية والحزبية والميليشياوية. الصدر الذي أما المصلين من أتباعه في مسجد الكوفة أكد إصراره على إصلاح العملية السياسية برمتها، مذكراً بساحة التحرير والمنطقة الخضراء، داعياً إلى مساعدته في إكمال المشروع الإصلاحي. إنني أحاول جاهداً إصلاح العملية السياسية برمتها في عراقنا الحبيب، وبدأنا ذلك معاً في ساحة التحرير وفي المنطقة الخضراء، وأريد أن أكمل المشروع معكم أيها الأحبة، فإن فعلتم فقد وفيتم وكفيتم، وإن تفرقتم وتشتتتم فغفر الله لي ولكم. مراقبون اعتبروا أن الدعوة تتناغم مع حاجة موضوعية في ظل ظروف العراق الحالية الذي يخوض حربا ضد داعش والإرهاب والفساد. نعتقد أنها متناغمة مع الحاجة الموضوعية للمجتمع العراقي لتصحيح مسار العملية السياسية، ولكن دون توضيح كيفية تحقيق مثل هذه الدعوة التي سيكون السؤال الأكبر ماذا بعد التظاهر؟ هل هنالك خطوات عملية على الأرض؟ وكان التيار الصدري بالتعاون مع التيار المدني نظموا عدة تجمعات حاشدة بعضها مليونية للمطالبة بإصلاح مفوضية الانتخابات وإبعادها عن المحاصصة الحزبية والطائفية. ويرى المراقبون أن التظاهرات هي بداية المشوار، لكن نهايته تتحدد في ضوء قدرته على إرغام الكتل السياسية على قبول التغيير في واقع سياسي صعب ومعقد. راجل نصير الحرة، النجف الأشرف.